المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال أعمال متميزة. كان لكم اليوم السيد سيف من شركة سيف الهاشمي للسفر والسياحة. حابين نرحب فيك أولا نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين على شخصك الكريم. أنا اسمي سيف الهاشمي، تمام، من إمارة الشارجة، مواطن طبعا دولة الإمارات. والفكرة طبعا بدأت من الشركة، أنا نأسس كشركة سياحة وخدمة رجال الأعمال، وطبعاً بدينا الحين من 3 سنين نشتغل فيها والحمد لله. We have also today our special guest Madam Nadwan from Saif al-Hashmi. We want to ask you to give us an advice for those who are willing to invest their money and time here in the UAE. Hi, my name is Nadwan. I want to say to anyone who want to visit UAE and who want to make business from here, really easy. Just come to us. I will explain for you everything. معنا اليوم أيضا من شركة سيف الهاشمي للسياحة والسفر الأستاذ علاء. حابين نرحب فيك بداية، نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين على شخصك الكريم. أهلا بحضرتك وأهلا بكم جميعا. أخوك علاء من مصر، من المنصورة تحديدا، مدير وشريك بشركة سيف الهاشمي للسفر والسياحة. ممتاز، خبرنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدموها في شركة سيف الهاشمي. شركة سياحة، تمام، وكيل سفر وسياحة. اللي ده طبعا بنشتغل فيه تأشيرات سياحية، عندنا برامج سياحية داخل وخارج الإمارات، شغالين فيه حجزات الفنادق، تمام، وحجز تذاكر الطيران. ده الأساسي تبعنا إن شاء الله. طبعا موجودين احنا اليوم في دولة الإمارات في إمارة دبي، التنافس في جميع مجالات العمل شديد وشديد جدا. شو اللي بيميزكم عن باقي المنافسين اليوم في شركة سيف الهاشمي للسفر والسياحة؟ لا، كلمة مظبوطة، التميز. الحمد لله التنافس شديد جدا، بس هو اللي بيفرق اي شركه عن اي شركه، بالذات في مجال السياحه، المصداقيه. اول شيء انت بتتعامل مع اعداد رهيبه كبيره جدا من الاشخاص، تمام، من جميع الجنسيات. اهم شيء المصداقيه، وتوفي بوعدك معهم، الوقت، اصدار التاشيرات امتى، كامل الوعود لازم تكون مستوفيه مع العميل. معنا اليوم ايضا ضيف مميز من شركه سيف الهاشمي للسفر والسياحه، معنا السيد محمد. حابين نتعرف عنك ونعرف الساده المشاهدين ايضا عن شخصك الكريم. اتشرف بالساده المشاهدين اولا. انا اخوكم مهندس محمد حسني. كنا بدانا في الشركه بشراكه ما بيني وبين الاستاذ علاء والاخت دوان، كلنا مختلفين برضو في الجنسيات. حابين ايضا نستفسر ونسالك عن الخطط والرؤيه المستقبليه اللي راسمينها ان شاء الله في السنين اللي جايه. ان شاء الله بالنسبه لرؤيتنا المستقبليه، ان احنا بالنسبه لدوله الامارات اللي تحتضن كل الجنسيات، احنا عايزين نوجد اللينك اللي بتوين كل الجنسيات ديت عشان نقدر نكون اميز من اي شركه تانية. ان هي لغه الاتصال ما بين الجنسيات هي ديت الحاجه اللي صعبه نتصل بيها هنا، بس احنا عشان هنقدر نلاقي الكوادر اللي تدعمنا في كل جنسيه عشان نقدر نوصل لكل الجنسيات في كل العالم، وحتى كمان نقدر دوله الامارات حضنانا بكل دعمها وتسهيلاتها في اجراءاتها خلاف اي دوله تانية، من التعاملات على الصفحات والابلكيشنات سهله جدا في كل الامكانيات والتحويلات البنكيه، فمسهل علينا الامور ودعم لاغلبيه الشركات الصغيره هنا موجوده في دوله الامارات. فاي جنسيه من خارج الدوله سهل تيجي تستثمر هنا وتقدر تكون تنجح بسرعه جدا وتقدر تحقق انتاجيه في وقت صغير خلاف ان هي اشتغلت في دولتها، ممكن هنا في مده زمنيه قصيره جدا تقدر توصل لانجاز مش تقدر تحصله في اي دوله تانية. طبعا ودي اشكر حكومه دوله الامارات، طبعا سيدي صاحب السمو محمد بن زايد، طبعا على الدعم ان الواحد يقدر يبني مشروع يعني في الدوله. وبحب اوجه رساله شكر لكل حكام وشيوخ الامارات على الدعم الكامل للمستثمرين داخل الدوله. واحب طبعا من كل قلبي اشكر شيوخ الامارات وحكامها لدعمهم وتسهيلاتهم في الاجراءات اللي دعمونا بيها وساعدونا كتير ان احنا نوصل في وقت صغير جدا. لو انا في بلدي مش هقدر اوصل للي انا وصلت له هنا، كاني
مهندس مدني وقدرت اغير شيفت كارير ووصلت لاربع شركات تحت اسمنا والحمد لله يعني دعمنا وحبنا الخالص لشيوخ الامارات. I have to say thank you for Sheikh UAE and thank you for government UAE. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيوفنا المميزين. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.